عصر اليوم المدرب الجديد لفريق الوداد البيضاوي دييغو غارزيتو، وذلك في معرض مباراة إعدادية جمعت الفريق الأحمر بشباب قصب التادلة، انتهت بتفوق ساحق للأحمر بستة أهداف لهدفين. المدرب الفرانكو إيطالي غارزيتو وقع عقدا يمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد. روبورتاج جيهان جهوري بكاميرا سفيان جريد. موسم واحد قابل للتجديد هي المدة التي أمضى بها الوداد الرياضي عقدا مع المدرب الفرنكو إيطالي دييغو غارزيتو. الأخير درب عدة أندية إفريقية أبرزها مازيمبي الكونغولي الذي حقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا وأوصله لكأس العالم للأندية البطلة. غارزيتو الآن مدرب لبطل المغرب، والمهمة أصعب حين يكون الفريق متصدرا للدوري. C'est un challenge. Ben, vous savez bien que quand on vient dans un club qui est premier, on n'a pas envie d'être deuxième. Donc il faut continuer les bons résultats et en essayant de bien jouer au football. Immédiatement, je dirais que c'est le championnat. C'est d'être premier et leader jusqu'à la fin du championnat, puisqu'il y a, 30 journées. Ça, c'est la première chose. Après, il y a cette Coupe d'Afrique du Nord que j'aimerais bien gagner aussi. Après, on discutera au mois de février pour la Champions League. قبل تقديم المدرب الجديد، عناصر الوداد خاضت بمركب بن جلون بقيادة فؤاد الصحابي مباراة ودية أمام الصاعد حديثا للقسم الأول شباب قصب التادلة، مباراة أجريت تحت أنظار غارزيتو وانتهت بحصيلة 8 أهداف، 6 للوداد والثاني للضيوف. الشباب لم يتمكن بعد من الفوز هذا الموسم ولو بطابع ودي، والأسباب أصبحت معروفة. ملي كتولي الامور في المسائل الماديه كتولي الامور ايضا حتى في ملعب ديال التدريب، تنقلات، تعب. فاللي نتمناه ايضا اهم شيء اللي نتكلموا عليه هو انه لاعبين بمؤهلات جيده، لكن قله الخبره، وكنعرفوا الخبره ضروريه في القسم الممتاز. اول موسم في القسم الممتاز كنظن هذه كلها ظروف ما يمكنش تخلي انه الفريق ديال قصب التادله يقول الكلمه ديالو، انما هناك رهان وهناك تحدي باش الفريق يكون افضل في الدورات القادمه. مباراه وديه مزيانه باش ناخذوها، باش اللاعبين اللي كيلعبوا واش كيلعبوا وكيبقوا في اللياقه البدنيه ديالهم، وهذا الشيء كيعاوننا للمستقبل باش نسيروا البطوله وكاس افريقيا ان شاء الله، كاس شمال افريقيا، ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله هذا الموسم هذا. توقف البطولة لأسبوعين سيشكل محطة للوداد لمراجعة الأوراق، والبرنامج يضم مباراتين وديتين، أولاهما أجريت اليوم والثانية أمام الراك السبت المقبل.